بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم نور الحق من أرض الممنوعات، معرض غصن الزيتون بمحافظة الجيزة. النهاردة هنقدم لكم جوهرة، هنقدم لكم النهاردة حكاية، هنقدم لكم النهاردة عربية كسر زيرو، هنقدم لكم النهاردة عربية سوكيفان موديل 2013 كرتونة، عربية فابريكا بره وجوه، بمعنى كلمة فابريكا بره وجوه، وحتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. العربية موديل 2013 مرور حلوان بمحافظة القاهرة، وفيها رخصة سنتين، ومن الزيرو هي مع شخص واحد بس، وماشية في العدد بتاع كيلومترات قليلة جدا، كاملة كل حاجة ومش هتصرف عليها جنيه واحد. فيها أربع فرد كويتش بحالة الزيرو، طقم جنوت سبور، طقم كارتيرات كامل في العربية، فيها طقم عتب يمين وشمال، فيها دواسة جلد في الأرضية، كسوة جلد للكراسي عمولة، فرش في السقف والجناب عمولة العمولة، فيها مكنة وعفشة وآلة تجرب حالة ممتازة جدا. العربية حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات، كاملة كل حاجة، والبيع نقدا أو بالتقسيط المريح. كان معكم أخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.